قد أنشأت الكلام الأول يا ثاوفيلوس في جميع الأمور التي ابتدأ يسوع يعملها ويعلم بها إلى اليوم الذي صعد فيه من بعد أن أوصى بالروح القدس الرسل الذين اصطفاهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا بعد تألمه ببراهين كثيرة وهو يتراءى لهم مدة 40 يوما ويكلمهم عما يخص ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم أوصاهم ألا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني فإن يوحنا إنما عمد بالماء أما أنتم فستعمدون بالروح القدس بعد هذه الأيام بقليل فسأله المجتمعون قائلين يا إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه الخاص لكنكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض